صباح الخير من دماك هيلستو. اليوم ان شاء الله في عندي استلام وحدة في حي اسمه اماركو، وراح اخليكم ما يحب انه تخوضوا تجربة خطوات الاستلام، على اساس كمان لو في عميل مهتم بالاستلام او حابب يعرف شو هي خطوات الاستلام ممكن يستفيد من هذه التغطية. على العموم ان شاء الله راح تكون مع بعض خطوة بخطوة بالاستلام، ولكن قبل ما نبدأ الخطوة الأولى أو نتكلم عن الخطوة الأولى راح أقولكم ما هو الاستلام بالإنابة. الاستلام بالإنابة، ولنفترض أنت كمالك موجود خارج دولة الإمارات أو لو موجود داخل الدولة ولكن عندك انشغالات كتير، ممكن أنا كوسيط عقاري أستلم هذا العقار بالإنابة عنك. بالطريقة طبعا مطور عن مطور بتختلف الطريقة، بما أني اليوم بدمك راح أتكلم عن الطريقة مع دمك. انت كمالك عليك ترسل ايميل لدماك، طبعا ايميل للي هم الهاند اوفر تيم او الهاند اوفر اوفيس، انه فلان الفلاني راح يستلم العقار بالانابه عني، ومع ارفاق الهويه تبعت الوسيط العقاري راح يستلمها بالانابه عنك. بمشي بالاجراءات، طبعا الاجراءات زي ما قلت لكم راح نكون خطوه بخطوه مع بعض ان شاء الله. وبعد ما يرسل المالك إيميل لقسم الاستلام بيردوا عليه بإيميل بالموافقة وتحديد موعد، زي ما انتم شايفين مثلا زي اليوم حدد موعد اليوم بالساعة الفلانية بإمكاني أنا كوسيط أني أستلم الوحدة بالإنابة. بعد ما أجي على الهاند أوفر أوفيس بطلع مع شخص من دماك على الوحدة ومنعاينها مع بعض ومنشوف العيوب. طبعا نروح مع بعض، هذه كنت بتكلم على الخطوة الثانية، ومن بعد ان شاء الله راح نروح على الوحدة نفسها ونعاينها، فبتكون هي الخطوة الثالثة. هيك بكون وصلنا الى حي اماركو لنعاين الوحدة. طبعا زي ما انتم شايفين معانا الشخص من دماك لمعاينة الوحدة. طبعا معاينة الوحدة لا يعني استلام الوحدة، معاينة الوحدة ممكن يكون في الوحدة بعض العيوب لابد انه يطلع تقرير فيها وبيتم إرسالها إلى المقاول حتى يجي العمال ويتم تعديل هذه العيوب وتحديد موعد ثاني للمعاينة حتى نتأكد من إصلاح هذه العيوب. طيب بعد المعاينة طبعا الوحدة طلع فيها مجموعة من العيوب، راح يتم تحديد موعد لمعاينة ثانية. طبعا هاي هي الخطوة الرابعة، بعد معاينة الوحدة طلع فيها عيوب بنحدد موعد ثاني للمعاينة الثانية لا مراجعة العيوب اللي تم تحديدها، ومن ثم في حال انه تم تصليح هذه العيوب بيتم استلام المفتاح وتأجير هذه الوحدة. طبعا في عنا خدمة التأجير كمان، خدمة مجانية، نرسل مصور محترف بصور الوحدة، بنعرضها عن طريق Property Finder ونتواصل مع العملاء المهتمين بالاستئجار في هذه المنطقة. فهذه هي زي ما قلت لكم المرحلة الرابعة أو الخطوة الرابعة، وإن شاء الله راح يتم بعديها زي ما قلت لكم تحديد الموعد واستلام المفتاح وتأجير هذه الوحدة. هذه كانت خطوات الاستلام بالإنابة. لو كان عندك عقار ومهتم إني أستلم هذا العقار بالإنابة عنك اتواصل معي وإن شاء الله بخدمكم في عيوني، ونراكم بتغطيات قادمة. سلام.